بعد قصف الوحشي لمستشفى الأهلي المعمداني، احنا شايفين ما زال هناك استهداف لمحيط المستشفيات، هل بيعاد استهداف أماكن أكثر من مرة؟ نعم، هو الآن يعني المستشفى يتم قصف المنازل المحيطة به، قصف محيط المستشفيات، يتم قصف المنازل والأماكن المحيطة به، ما يؤدي إلى أضرار تحدث في المستشفيات وما يؤدي إلى إصابات للمواطنين النازحين داخل هذه المستشفيات المتواجدة داخل قطاع غزة، حتى أن القصف المستشفى المعمداني تلاه القصف للكنيسة، كنيسة بريفيريوس في مدينة غزة، فالاحتلال لا يفرق بين مسلم ومسيحي، لا يفرق بين أحد، لا يفرق حتى كل المحرمات استهدفها الاحتلال الإسرائيلي من خلال القصف، ولا زال يعني يهدد المستشفيات بضرورة الإخلاء وضرورة يعني وتهديد هذه المستشفيات بشكل مباشر. حتى هذه اللحظة المستشفى القدس يتم تهديده من قوات الاحتلال وغيرها من المستشفيات.